نتكلم في محورين. المحور الاولاني مباراه النادي الاهلي وبيراميدز امبارح بما فيها من اجواء ما قبل المباراه واثناء المباراه. هبدا بالاستاذ محمود صبري، شفت مباراه النادي الاهلي كمجمل في امام بيراميدز كانت شكلها عامل ازاي؟ شفت احنا لما نيجي يعني ناخد تقييم الموسم ككل، يعني ايه ما زال فرقه النادي الاهلي بتتحس الطريق نحو العوده لما قبل السنتين الثلاثه اللي فاتت. مش في قبل كورونا، الجزء قبل كورونا كان في عمل كبير عمله فايلر. اعتقد ان موسيماني مواصل تكملته مع الطابع الافريقي اللي هو يعني ايه الشغل الجامد قوي على الارض، يعني بدا يتضح في مباراه انبي رغم انه ما خدهاش مقياس مع فاري، لكن امبارح كانت مباراه من العيار الثقيل فيها. تعرضت لضغوط، لطرد، تعرضت لاصابه مفاجاه، تعرضت لضياع ضربه جزاء، كل العوامل دي عملت لك كان ممكن تبقى كفيله انها تعمل لك مشاكل داخل المباراه مع فريق متميز، فريق عنده مجموعه من النجوم اللي هم كانوا يعني منهم نجومك اللي قبل كده، فاعتقد عارفينك. فالمساله كان المباراه فيها صراع قوي جدا، في تحسن رغم يعني النتيجه من وجهه نظر مش مقياس، لكن العمل على الارض واللعيبه وتحركاتهم والاصرار والاداء البدني حتى اللحظات الاخيره يؤكد انه في عمل كبير بيقوم به موسيماني. انا مشفق عليه، هو في تحدي كبير جدا في ظروف صعبه، في كل مباراه اصابه، في كل مباراه حاجه غريبه بتحصل مش مفهومه، ربما يكون دي تداعيات الفتره والضغط النفسي والعصبي المتواصل، مباراه كل 3 ايام، كل الكلام ده بيتقال، لكن انا وجهه نظر لعيبه الكره لاعب الكره المحترف ما يوقفش على الكلام ده، خلاص المبرر اعتقد انها انتهت. لكن دي دفعه معنويه قبل المواجهه الكبرى، قبل مواجهه الحلم دي كان مطلوبه جدا، رغم انك انت ما لعبتش بالتشكيل الاساسي، لعبت ببعض العناصر وجربت حتى اشركت راس اليو بدري وبعد كده سحبته، الناس كلها استغربت، اعتقد انه اصاب، لكن هو اصيب، لكن تكتيك مختلف حب يغير عشان يملي منطقه نص الملعب وينطلق بقى من خلال الهجمات اللي جايه من الخلف للامام. مباراة كانت مهمة، مباراة حتى رغم خروج النتيجة لكن هناك رضا تام وقناعة من جماهير النادي الأهلي الواعية واللي فاهمة إنه الهدف الأكبر هو اللي هيكون يوم إن شاء الله يوم 17 في المغرب، أعتقد إن شاء الله يكون الشكل الأفضل.